ضمن الجهود الرامية إلى تطوير الخدمات الصحية في بلادنا، يأتي التوقيع على هذه الاتفاقية من أجل التطوير عبر الرقمنة للرقابة الوبائية بين وزارة الصحة ووزارة التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة، بدعم فني من منظمة الصحة العالمية، وذلك بغية تحقيق التسيير الأكثر عصرنة للطوارئ الوبائية في البلاد. يولي قطاع الصحة اهتماما بالرقمنة، عبرنا عنه من خلال إنشاء برنامج وطني للصحة الرقمية أهدى إليه بتطوير كل الآليات والوسائط التي من شأنها استخدام التقنيات الرقمية، ونسعى جاهدين لبناء الشراكات مع الدول الصديقة والشقيقة والمنظمات التي طورت التطبيقات وآليات رقمية ناجعة في مجال الصحة الرقمية. وفيما يتعلق بالرقابة الوبائية، فمن شأن هذه الاتفاقية أن تمكن الوحدات الصحية بسائر التراب الوطني من الملاحظة والدراسة والاستنتاج وتشارك المعلومات بما يسمح بتطوير الرد الأنسب في أسرع وقت. وتذكرون أنه كما قالت السيدة ممثلة منظمة الصحة العالمية، كلما كان الكشف مبكرا أمكن أن يكون الرد سريعا ونتائج الرد أوفر حظا في التوفيق. والقطاع قطاع الصحة يعول سريعا على إعداد التطبيقات الرقمية المناسبة لحكامة أمثل لإشكالية الأوبئة خصوصا، وأننا في منطقة لا زالت للأسف تظهر فيها بعض الأوبئة المستوطنة والأوبئة المستوردة. ممثلة منظمة الصحة العالمية في بلادنا السيدة شارلوت فاتنجاي قالت في كلمة لها بهذه المناسبة إن التحول الوبائي والاستجابة السريعة لحالة الطوارئ تتطلب تنسيقا عالميا يمكن من خلاله التخفيف من هذه التحديات عبر وضع سياسة وإطار قانوني وآلية حوكمة تمكن من إدارة وتنفيذ مبادرات الصحة الرقمية، مضيفة في هذا السياق أنه ستتم مواجهة التحديات التقنية والتكنولوجية التي يمكن أن تواجهها الصحة الرقمية بفضل التعاون بين القطاع الصحي وقطاع التحول الرقمي من خلال تدريب المدربين على منصة الرصد والنظام البيئي وتوفير الحلول التكنولوجية للمراقبة الإلكترونية في الوقت المناسب. وجددت ممثلة منظمة الصحة العالمية في بلادنا دعم منظمتها لموريتانيا في رقمنة نظامها الصحي لضمان الأمن الصحي والتغطية الصحية الشاملة. وعلى هامش حفل التوقيع على هذه الاتفاقية تم تسليم بعض المعدات الرقمية لصالح وزارة الصحة من أجل إطلاق منصة التحول الرقمي للمراقبة الرقمية. إلى ولاية العصابة حيث أشرف وزير التنمية الحيوانية السيد